والعاقل يتأمل السنة المبينة للقرآن ويعلم أن المرأة ما حمل على ظهره شيء أعظم من ذنبه، فيسعى في كل عمل يغلب على ظنه أنه تمحى به الذنوب. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا ابن عم رسول الله، إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني ثم خطبها غيري فرضيت فأدركتني الغيرة فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس: أمك حية؟ قال: لا. قال ابن عباس: تب إلى الله واكثر من الاستغفار وتقرب إلى الله بكل عمل صالح ما استطعت. وذهب الرجل، فلما خرج ابن عباس تبعه عطاء بن يسار أحد طلابه، قال: يا ابن عم رسول الله، لما سألته عن حياة أمه؟ قال ابن عباس: والله لا أعلم عملا صالحا أقرب إلى الله من بر الوالدة. قال: والله لا أعلم عملا صالحا أقرب إلى الله من بر الوالدة. فقه المسألة، ثمة أمور يسيرة تغيب عن الناس مع علمهم بالتقصير وأنهم يتحملون من الذنوب ما يحتملون، لكن يغيب عنهم أن الله فتح أبواب التوبة وشرع لعباده أن يؤوبوا ويتوبوا إليه. وفي مثل هذه الأحاديث إظهار بيان لما تمحى به الذنوب، وهو واحد من عشرات الأحاديث المظهرة لكيفية أن يسعى الإنسان في محو ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.